السلام عليكم شباب وبنات، اخباركم ان شاء الله بخير. وانتم مشاهدون فيديو اليوم، مقطع اليوم، اشترينا منتجات وحلويات من الانترنت ابد ما شايف فيهن، واتحدى واحد عنده بالعراق فقط بالعراق. مو تقولون احنا بامريكا عايشين وعندنا، اكيد احنا اخر شيء يوصل لنا بالعراق. جاهز مودي؟ جاهز. مودي اكيد واقف واني قاعد، لان اني ابو المكتب ومودي يشتغل عندي. اقصد اني الويتر ومودي واقف على راسي. شنو رايكم ويتر لو طالب مدرسه؟ اثنيناتنا اوكي. انتو شو تقولون؟ ويتر هذا ما داش لايك. رجعني كيف مليت هاني. والله عشت ايدك فادني شفت؟ ايه هالمره لا انتم اختلفتوا علينا، انا ومودي احنا غلط وانتم الصح. خلينا نشوف المنتج الاول. شوفوا لي هاي الكيكه، ما ادري كاكاو على شكل يده مال بلاي. هاي اليده او الجوستيك يسموها، تمام؟ خلينا نفتحها ونشوف. مودي بيشي هيك موتني. افتح مودي. واو بحر الريح مال كاكاو تخبل. اوكي شباب شوفوا لي الشكل الرهيب. نبدي نجرب. ما شاء الله التصميم ولا غلطه. شنو رايكم شباب؟ التصميم فول خالي ولا غلطه. نبدي هسه ناكل ونقيم. امسك مودي. لا انت اول. امسك يلا مودي. يلا يا فريق يا فريق. انا ريال. انا ريال. يلا اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة حال طيبة. بس خلنا ناكل من الارقام. اكو شباب اليد مالتي انكسرت. انا قيمها 8. انا قيمها والله 10 من 10 تستاهل. خلينا نشوف المنتج اللي بعده ونرجع لكم. وصلنا هذا السلايم ونفس الوقت جلاتين ونفس الوقت علج. نخلي عليه صلصة وينوكل. تمام هذا المنتج فتحه ونشوف ايش بيه ما بيه. حلو كيف طلع لنا. واو الريحه كلش طيبه. كم قطعه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي شباب هذا الشكل. هذا القلم اللي بيه صلصه خلينا نفتحه هسه لكم. ديم شباب بيها ريحه كلش طيبه. نفتح القلم ونبدي نخلي الصلصه العجيبه وافتح فمي. ديون الطعم خيالي يا ابطال. لازم تجرب لك وحده. يلا لازم تشترونه لان الطعم الشوك شك. غرد لي شيء خرافي. شوفوا شنو وصلنا اليوم. هاي هي شنو مودي لك؟ هذا الدبدوب نسيت شنو اسمه، اكتبونه بالتعليقات. مودي التأكيد ما تعرفه. لان مودي يا اخي مو طفل، ما تحسه بريء، شايب شايب والله شايب. اوكي شباب هذا اكو فشي احبه يصير بالراس، شايفه؟ هاي يصير هيك تركب بالراس وتنام، يعني دفي اذنك بالشتاء. وهاي هذا صديقي الجديد. نسوي له قناه؟ اي شو نسميه؟ شباب كتبونا بالتعليقات. انا اسميه عجوج. عجوج الدب مالت القديم اللي متابعنا قبل يعرفه. اوكي هذا قيمه 5 من 10. خلينا نشوف المنتج اللي بعده اللي قاعد يضحكون عليه. اوكي شباب نزلت الكيسز. نحتاج المقص حتى نفتحها بشكل احترافي ونخليه جوا. نفتح الباكيت ونحاول ما نخرب الباكيت. وش تمول الريحه؟ لا تكذب كل شيء ماكو بعد. اقول بعدها ما هم مفتوحه. بس باعولي النزاكه، بس باعولي الاناقه. عبالك بابا نويل الشبقه مالته. ونشوف شنو بداخلها. هاي نستله يمكن. هذا بيش شبك مودي. هل تفكر بما افكر؟ ما بي حليب جوا. انا ما احب الكاكاو. عباره عن كاكاو ما بي حليب. دسمه؟ دسمه كلش. مو قوي. اوكي. قيمها؟ صدق اول مره اشوفها بس اقيمها 3 من 10. 3؟ خويا 3. وصلني اطول شاية بالعالم بصراحة، شايفيها او مجربيها. خلينا نفتحها ونقول بسم الله. او ماي جاد هاي نستلة. لا شوف شاية بالكاكاو. لو والله هاي شوف شاية. ما شوف شاية. شوف شباب داخلها ما تشبس. والله طيبة يا ولد. اسمع القروشة. قروشة قروشة قروشة. ربي المنتج بطل. اقيمه 10 من 10. اقيمه 10 من 10. اللي بعده يا عبده. اوكي شباب المنتج اللي بعده. وقف عطشان.
بما انه اكلنا هواية وحلينا هواية، وصلي هذا البطل مال المي الغريب اللي ما ادري ايش يسمونه، ما اعرف الكتروني ما ادري شنو الكتروني بالانترنت قابل فتحه. اسمع الريحه، ريحه لك والله حاسه بي ريحه ورد. ريحه نشرب هيك شيء. ايش نحتاج؟ هذا كلاس واحد المودي، واحد الي، ونقول بسم الله. لك مودي حاسه لون رصاصي مثل المي، ولا لون ولا رائحه. جرب انت وخلها. جرب انت مي عادي. ليش تفاهه؟ ليش الفلوس الزايده؟ هذا غالي المي، ما ادري بيش $5 ما ادري بيش. احسه ناشف المي. لا مو ناشف، بتنقي اكثر من اللازم. انا ما احس بي الا بالبطل. طخي من قلاصات مثقفين عود. لا احس بي دهن. ايه اقيمه 5. انت 6؟ انا قيمه 5. خلينا نشوف المنتج اللي بعده، وهذا لا يغركم. نفس الشيء، مي يعني شيء يسوي لك بي، يخلي لك بي ورد مثلا، لو شيء يسوي لك. المنتج اللي بعده اوكي، وصل لي هذا القناع. يقولون هذا مرعب، خلي ألبسه مودي دروجة واشوف مودي راح يخترع او يخاف. اوكي شباب، تشوفون شباب مودي. ها آه! والله يخوف. صدق والله؟ والله خوف. ما حدا شقيته؟ ليش شقيته مودي؟ انت ايش عليك بس راسك شبيه. اوكي حبايبي، شنو رايكم؟ يخوف مو؟ خلينا نشوف المنتج اللي بعده، وراح اكمل الحلقه بالقناه. وجبت لكم الشيء اللي كلكم تطلعونه، تعرفون شنو هو؟ ريحه خ. قول ما اسويها. تسويها مو؟ ما تطلع صوت؟ لا. ريحه خ شنو يعني؟ ايش تشتم؟ ماكو ريحه لحد الان. حيدر لا على الجسم. نجرب؟ اي. صدق؟ كيماوي شباب شباب، واحد مسويها ومقبقها هيك وقبل كابسها هيك. اوف ريحه فسو يا اخي، يا اخي ريحه فسو، ريحه تفاحه. سويتها؟ انتم ايش تسوون هاي؟ تنوق عيونك. يا شباب لا احد يستخدم. مو بعد واحده. بجو جبتنا الريحه. يابا اذا تخلي بالسياره غير وتسعد الجام. سلم لخالي تخيس. على شنو تروحون للصيدليه وتاخذون فيتامينات واللي عنده نقص فيتامين بي و اي؟ جبت لك على شكل عصير اذا ما تحب الدواء. خلينا نفتحه شوف. اي يسموها صيدليه كامله. تمام خلينا نفتحها، ولازم نحتاج جلاس حتى اشوفكم اللون مالته. حرفيا انا احسه شفاف وبطعم العنب هو. فاللي يعرف هذا او مستخدمه خليه يكتب لنا بالتعليقات. اوكي شباب ندير ونشوف لونه. اوكي اخضر نايس. هذا شو يسمونه مودي؟ فيتامين سي دواء. شنو هذا؟ حاسه مثل الجيلاتين جوا. اوكي ريحته طيبه كان ريحه كرز. هاي لهوه. اوكي اوه يمون مثل ما قلت لك مثل الجيلاتين باوع. شوف شباب. اوكي خلينا نجربه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ريحه الدواء وطعم دواء دواء بحلا فاهية، بس عبارة عن دواء وبطعم النعناع والعنب. ايش دخل؟ اوكي شباب باعوا لي هاي كاسكيته كلش حلوة. لبسنيها. اوكي هاي على ما اظن ميدالية قد راس مودي، او كل وحدة قزمة وكل واحد قزم هاي يلبسها فوق راسه. تمام مودي جداحة والله. شباب جداحة. منا تدوشون هاي اللي فوق؟ شد خالو هاي تفيد اللي يدخلون دقاير. مو اكو مرات يطبون من جداحات يقول لها هاي ميداليه خلها بالحزام. دير بالكم تدخلون لان مضر بالصحه، واذا تحبوني لا تدخلون هذا الشيء لان مضر بصحتكم وعمره ما يفيدكم. المنتج اللي بعده. اوكي شباب ميرندا حمضيات السعودي. اتحدى اي ابو اسواق عنده هاي الميرندا جت خصيصا الي من السعوديه، والصندوق مالته تقريبا ب 24 سعرها تقريبا $45 غاليه. فانا اشتريت قطعه واحده حتى اجربها انا وياكم لاول مره. اوكي اسمعوا الصوت. اللون
في شيء خرافي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة بس اللي تبقى بنفسه حبيبي جيب لك سفن، سفن واخبط وياه بيبسي. لا ديو. اي بالقران. اي والله ديو 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 ديو. وانا كتبت نفسي من السعودي اريتها اريتها لو جو بس وحده كلش كافي. ديو بلا ديو. هلا نشوف المنتج اللي بعده. انا تعبت اذا ما تقبل هجرب هذا المنتج. اوكي شنو هذا المنتج؟ احمر بخاخ بالعالم كله. اوكي شباب راح ابخ الحيدر عطل. راك دخل بلعومي. لا 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 بعد 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 غير تيجاب. افتح لسانك مود. يلا 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 هذا شكله وقيمه 10 من 10 على الحموضه. انت ايش قد؟ 8. اللي بعده انا قبل شوي قلت لكم سلايم على شكل علج وجيلاتين، انا غلطت. هذا الشيء سلايم على شكل علج، تقدر من تلعب بيه بعدين تحطه بحلقه على وش الدبه. والله والله اوكي لون اخضر واصفر ووردي وازرق، وهاي يمكن البودر مالت العلج. يمكن اوكي خلينا نشوف. والله صدق هذا الشيء لو كذب بس عن شكل اي اوكي. والله بي 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 اوكي. اول شيء خلينا نلعب بيه سلايم. شوفون حبايبي عباره عن سلايم صحيح. هاي اول خطوه. أنا بس ما راح اخلق له لانه هواي يصير. بس اريد اعرف شنو هاي. خليه هنا. مو كله مو كله مو كله. طيب روح يمكن يتغمس وياه. ايه اوكي شباب هسه غمست. نار حامضه حامضه. انا هلين صاير احب الملوحه بعدين خليت انا وسخ. بسم الله. يلا مودي خلصنا؟ لا خلينا نشوف اللي بعده. اوكي شباب هاي الفراوله الطبيعيه المغموره بالكاكاو. جيب اريدها خليني افتحها. اوكي واه شباب هاي معقوله فراوله؟ شوفوا شباب مستحيل فراوله، هاي عبالك طابوقه. زين ثلاث قطع. اوكي شباب طلعت ثلاث اصوات لنا. ثلاث دعابل. انا هاي هاي انت هاي. خليني افتحها قدام الكاميرا اذا اقدر. قويه واشوف شنو داخلها. لك اي والله فراوله بالقران بس مزففه معود. يمكن ما حطيتها بخشمك هي فراوله. يا حاره. ها حاره شنو؟ مو طيبه. لا احنا ما ترى مو طيبه. اقيمها 0 من 10 عبالك فلينه بداخلها مو فراوله. وصل لي الفيمتو بالفاكهه الاستوائيه الغريبه. وخر راسك وين انت وخر؟ جبنا مودي. ارجع ارجع خلينا نجربها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشوف غازية. ايه دي ام. يلا مودي. واو عبالك ما يورد. اي والله والله ما يورد. دي ام اول مرة بحياتي بالقرآن بدون مبالغة اجرب هيش طعم ما اعرف شنو عبالك. وهذا شكل اول مره اشوفه يعني مال الفاكهه. حبايب قلبي اللي يعرف هاي الفاكهه خليتونا بالتعليقات حتى نسوي لكم حلقه مال الفواكه. احزروا شنو جبت هاي شنو؟ وين اكو نظاره طويله؟ هذا وين احطه؟ ها شو تقول؟ هل تفكر بما افكر؟ ايه فكر. ها شو تقول؟ ايه نفس تفكيرك. ايه انا افكر نفس ما انت تفكر. احطه بالكلاس. شبيك هاي نظاره حبيبي. هاي خليه هيجي، هذا خليه بحلقي، وهاي خليها بالقطيه وخلي نجربها. اوكي جبنا الحمضيات ونخلي هذا هنا وتعالوا نقرب ونشوف. بسم الله. اكتبوا لي بالتعليقات مبين عندكم ولا لا. خلينا نجرب البيبسي. اوكي شباب ما لقيت بيبسي جبت ديو. هاي بالثلاثة صار عنده هواية بلكي لونها اغمق شوية حتى تبرز. فهمتوا علي؟ اللي لاحظته منه البرودة مو طبيعية على عيوني.
وعلى حواجبي ودار ما داير رقبتي بروده مو طبيعيه، يعني هم يجيك تبريد وهم يجيك عصير تخيل. والحلو بيها تقدر تستخدمها اكثر من مره وتقدر تطبقها وياك وتاخذها باي مكان عندك. يعني هسه خلصت عقش هيك تعقش باعو فشي رهيب، وانا اخليها بجيبي والى هنا نكون خلصنا الحلقه. اوكي حبايب قلبي وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى يا رب اعجبكم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات خلي نوصل 4 مليون، حساباتنا بالوصف. اذا تحبون نسويكم جزء لاغ اكتبونا بالتعليقات، بس يكون من يا دولة تحبون نشتري منتجات حامضة وكذا 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 من فلان دولة صين يابان كوريا اكل سبايسي. واكو اشياء عديدة تقدرون تكتبوها بالتعليقات واحنا ننفذها، او شيء انتم مجربينه وتحبون احنا نجربه مثلكم تمونا بالتعليقات. واذا عجبك الفيديو حط لايك واشترك بالقناة يا اخي. ليش ليه 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 انحكم يا احنا متابعين، ونشوفكم حلقة جديدة، وشدوا حيلكم بالامتحانات، وهاي احلى بوسة. قوم اقرأ قوم اقرأ يلا عندي باكر رياضيات خلي يلا. اروح يلا بيس جر منا وروح اقرأ يلا. عندك امتحان باكر رياضيات عندي تعال روح اقرأ رياضيات. باي باي.